شعارات حنا هما الضحايا براكم الشعارات حنا هما الضحية شو كتبدل دغيا الحالة هي هي سيطرت الناس كتموت وهي كضحك هيا وديش معي راسك راكي في المجلس الموقر ماشي في كوميديا شوها في الميديا واش عرفت بلي الناس كتعاني في الراشدية تعيش ساكنة في إفلم الراشدية عموما ومنطقة سافلة على الخصوص هلوعا شديدا وذلك بسبب ظاهرة حشرة غريبة تسببت في لدغ عدد كبير من المواطنين عدد كبير من المواطنين تقاسوا مرضوا بغاو الدواء المرض جديد والناس ما عارفة اشنو هو ليش مليون اذا كنتم تتكلمون باقي كضحكي غادي تهجريه الا عندك شي تفسير يلا قدميه اشنو وشلنا المرض نوك تكضحك قليل اللي عارفان هنايا باش نفرحك ياسمينة كتضحك والمواطن في خاطر الوزيرة كتضحك والمرض كينتشر نصيب الانسان حيث يرى تنقل من الفئران او الجردان ايوه احنا هما الفئران احنا هما الجردان هكا كتشوفونا حيث انتوما في امان قصور عايشين والناس كتموت واللي هدر كيجاوبوه بلا صوت واش راك مريض خصك تخلص الحاج اما الوزيره راه كدير في الماكياج او المقياس الاساسي وهو الاستقامه اش من استقامه الله يعطينا وجهك فين عمرك شفتي وزيره في المجلس كتضحك لا كتموت بالضحك والناس كتموت بالمرض دوار بلاص فيطار مرا كتولد في الارض راكم خمستو حتى عطات الريحه بدينا كنشكو كاع واش كاينه وزاره الصحه وزاره الصحه حقيقه قايمه بالواجب اش من واجب والسيره كتكوليه واش هبينا ولا علينا كتبلي ولا ما كنتيش عارفه خرجي سولي بركه ما تبلبلي وديري غير الواجب كلشي كيتخوصص واش هذا هو الواجب طبيب كاع ما كاين واش هذا هو الواجب السبيطار معفن واش هذا هو الواجب واش فين انطاكي باقي هو هو معفن بنوزو معفن بنو طفل معفن مكرفص السبيطار مكرفص المواطن مكرفص المواطن كيخلص الأدوية غالية انتوما عندكم هانية المواطن تهرس دير عملية خلص مليون ونص شكون اللي بينا حس الوزيرة فينا هي وسيدة الوزيرة فينا هي ما كايناش راه كدير في المساج كاع ما باغا تعرف في المواطن اش محتاج راك محسبك المواطن الحمار بودنين رحنا عارفين اش وقعوا كاع ما ساكتين الملك نصره الله كيدير التدشين الوزارة خاصها تطبق نتوما مالكم ناعسين فينا وزارة الصحة الوزارة باقا في الفراش فينا هما التجهيزات كاع ما كايناش كيفاش تكون التجهيزات السبيطار كاع ما كاين عيب وعار عليكم مسكين قاس كيسين نتوما نسيتو وتقولوا اشنو بغيتو ايوا بغينا غير حقنا ما بغيناش الكانيو بغينا غير سبيطار بنيتو لينا الحيوط ما فيش لا طبيب ولا فرميات ولا الدواء غير الحيوط ما كاين حتى شي واحد عينا بالاحتجاجات عييت ما ننتقد وانا استرجعوا الناس الثقه في وزاره الصحه ايوا انت اش كتقولي واش نعسه ولا فايقه شكون هاد الناس اللي كتقولي فيكم تايقه فيق يكون عايقه وديري غير خدمتك انا ماشي ضدك بالحق كانت حتى انا ضد الوزاره ملي ولات فاسده الشعب يريد محاكمه الفاسدين بغينا غير حقنا والله ما نفاكين ناس سنين مستبركه بغينا التغيير محسوبيه زبونيه بغينا حسن تسيير كنتيقو غير في الملك ما كنتيقوش في الغير مغربي قح وعلى بلادي كنغير هاد المنصويز باش يفيق ليك الضمير الضمير مرتاح لان الشفافيه والنزاهه كاينه وهذا معترف من طرف الجميع معترف من طرف الجميع شكون هذا الجميع فين النزاهة وفين الشفافية هادشي كامل بلا ما ندوي على العالم القروي المرأة اللي كتموت قبل ما تولد هادشي كامل بلا ما ندوي على لومبيلونس اللي كتصوني وما كتجي حتى تيموت بنادم هادشي كامل بلا ما ندوي على التعيينات اللي كل طبيب وفاش كيلهوه هادشي كامل وبلا ما ندوي على الكريساج في الكلينيكات طبيب كيخلي المستشفى العمومي وكيمشي للكلينيك باش يلم الفلوس وزيد وزيد كيفاش بغيتي ضمير كيرتاح انتي المسؤولة الاولى والتالية قدام الشعب وقدام الله